جزاكم بخير. معكم سعيد أحوكا بخصوص رحلة الساكنة ديالنا. كاد الناس هادوما تايقي فينا وعملوا لنا حنا مربيين مع بعضنا عملوا فينا واحد الثقة باش هما شحال هادو هما معذبين بهذا الشغل هذا الحرة وديال التهميس وديال التمييز بين الضواوير وانتوما عارفين يعجز اللسان عن التعبير اللي في قلبنا. إذا قمنا اليوم بهذا الشيء قمنا بالتغيير نجحنا في كل شيء. دابا اليوم قمنا بهذا الشيء أمامكم وعرفتوا الشعارات ديالنا. الآن عيط لي سعادة القائد شويه الميدان. اخوتي ربي لي عالم بينا حيت حنا الناس هنا شويه كاين اللي واعي كاين اللي ما واعيش كاين اللي كيشوف يغوت ما عرفش حتى علاش جينا حنا كيخلط يعني هذه ما هذه اول حاجه. دابا حنا عيطنا القائد المحترم هو اللي عطانا الرخصه هو اللي وقف معنا رجل القانون باقي عيوقف معنا باقي من المنبر كنشكرو بعدا باسم سعيد كنشكرو انا مازيكم حيت انتوما ثقتوا فيا يعني اي حاجه كتصبوها فيا باقي فينا خيسال باقي فينا كنبقاو نعاودو لنا الهضره يمكن شي نبقى خليني نهضر فهمه ولا كاع ما تفهم اهضر يلا كاين اللي غيفهم يعني سعادة القائد باقي غيوقف معنا ولا كانت شي حاجه قانونيه غيوقف معنا بخصوص القانون قوانين لأن هذا التسع عارضة السكن. نعم. قلنا سيدي أنتم وصلتكم الفكرة ويعني وكل شيء كذا الشعارات اللي قلتو السي أحمد تفت كل شيء اللي سمعنا. نعم. هادشي اللي قلنا هنايا. نعم أزاي. كامل مقيد شكرا على هذه